وانت عندك 25 سنه مظبوط فريده. في بارت مهم جدا انا عارفاه، اللبس دايما محتاج اكسسوارز صح كده؟ مظبوط. انت بتفضلي نوع الاكسسوارز الناعم ولا الشغل الكتير والحاجات الكتير؟ بصي انا كل حاجه بحبها تكمل بعضها، ما اقدرش اجمع، بس اللي احنا بنعمله يعني انا مثلا ان اور كيس في تمرازه عندنا ستايلست في الان هاوس، هي هير جوب انه كل كلاينت على حسب فستانه تطلع لها ريفرنس لحلق لكوليه او نكلس او تشوكر او وهيلز ميك اب وشعر، لانه هو الطقم بيكمل بعضه. يعني انت يا فريده بقيتي منظومه متكامله، يعني انا النهارده هروح لفريده، فريده هتلبسني من صباع رجلي لحد راسي. بالظبط كده. اوكي. فهو يعني علشان ما هو ممكن، ما هي زي ما انت ساعات بتشوفي مثلا تقولي انا ليه طلعت بالفكره دي؟ لانه ساعات بتشوفي واحده مثلا لابسه سواريه بس هي ليه عملت شعرها كده؟ بس هو الفستان كان محتاج جزمه ثانيه، بس الميك اب كتير قوي، انا بقى عايزه امنع ده. انا دايما اقول للتيم بتوعي انا مش عاوزه لوك يختلفوا عليه اتنين. التيم بتاعك ده بتنقيه ازاي؟ يعني بتنقيه بالخبره ولا بصغر السن ولا بالشطاره؟ ده انا مطلعه عينيهم فعلا. ولا بتنقيهم ازاي؟ يعني بتنقيهم ازاي؟ مبدئيا انا بيبقى فيه تريننج الاول 3 شهور. اوكي. وطبعا احب اكتر ان هم يبقوا one of my students. اوكي. لانهم بيبقوا الناس اللي انت بتدرسي لهم. بس المتفوقين منهم، لانه في الشاطر وفي اللي مش شاطر. يعني طبعا 3 شهور تريننج بيتفرجوا بس. يعني ما هو observing، هو في السايكولوجي، ما ده اللي انا اتعلمته فاشن سايكولوجي، انت لازم تتفرجي وتشوفي اللي قدامك. انا اتعلمت فاشن ازاي؟ بان انا من وانا عندي 9 سنين بروح اقعد في ورش مع باترونيست واللي هو مقص دار وخياطه وكده، اروح اتفرج هم بيقصوا ازاي، بيعملوا ايه. فعينيا ابتدت تاخد ايه. اول انا بقيت يعني حتى اللي معايا التيم بتاعي اللي انا طبعا بحبهم جدا وبعزهم جدا، دايما يقولوا لي انت عينك بتوع على الغلطات بس. اوكي. يعني انا بمسك كده، بمسك على الغلطه، يعني الفتله دي مش معموله، مش متسرجه كويس، بقع على الغلطات بس. انا والديفو بيجيب لي، يعني انا بيكي وعندي حاجه او سي دي، ما اعرفش هي اللي هو عندي هس. اوكي. فتلاقيني في كل الديتيلز مركزه، عشان كده هتلاقيني في المجال مركزه في كل حاجه، لانه انا بحب ده هو شغفي وحاجه انا بحب اعملها. وحتى انت لما بتقولي لي في الاول ازاي بتقنعي الكلاينت اللي قدامك انه ده مش لايق عليكي، لان كل اللي بيعملوا معايا فستان عارف ان انا بعمل الفستان عشان انا حابه اعمله. اوكي. اخر حاجه بقى، ليه بندرس في الجامعه؟ ده سؤال مهم جدا، لان انا لما كنت بقرا مين هي فريده تمرازي، انت وصلتي لحته لدرجه انه شانيل ده براند معروف جدا عالميا طلب انه فريده تشتغل معاه، وفريده قالت لا لان انا مش عايزه اسيب مصر، صح كده؟ وفريده ما عندهاش وقت خالص، ليه فريده بتدرس؟ لان انا بالنسبه لي الفاشن ده مش حاجه ترفيهيه، فاشن ده تخصص، مش كوبايه قهوه وقاعده في الشمس لا وبرسم ديزاين وكده. لا، تروحي الدكتور، لما انت بتروحي الدكتور، تروحي الدكتور بس بيروح العياده ولا بيروح العياده واستاذ في جامعه كذا؟ اوكي. فتفضلي تروحي لحد، او تفضلي انا بثبت حاجه واحده، انه التعليم ملوش بجد ملوش، ما ينفعش تقولي انا بضيع وقت. لا، التعليم ده حاجه تانية، التعليم ده هو اللي وصل البراند، لو اي براند عاديه هتوصل في 15 سنة أو 20 سنة للخطوات دي، لو أنا بتكلم تكنيكلي سبيكينج. بس التعليم هو وصل البراند دي اللي هي وصلت له دلوقتي. يعني أنت بتحاولي تربطي التعليم بالظبط بالموضة. هو مش كرياتيفيتي يا جماعة، إحنا فاهمين هنا الموضة بطريقة غلط. الموضة ده مش بس كرياتيفيتي ونقطة، لا. يعني مثلا الممثل لازم يبقى عنده أداء، لازم يبقى بيعرف يروح مواعيد تصويره
اون تايم، لازم يبقى ريبريزنتيف، لازم بيبقى واخد باله من تصرفاته في كل، فهي نفس الحكايه. لازم يكون كمان معظم الممثلين الشاطرين بيبقوا كمان درسوا او بيدرسوا الفيشل اكسبريشنز وازاي تتحكم في 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 السنسرز بتاعت وش التعبير كل حاجه. هو نفس الفكره يعني، لازم لازم انا علشان ما انا واخده بوري يا جماعه للناس انه التمراسه بمعنى اصح انها واخده الفاشن بطريقه ثيوريتيكال، والطريقه ان هو ذات كان نيفر ان شاء الله جو رونج، يعني ما نقدرش نغلط في حته لا، لانه هي باي بوك.